السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خادم قناة دحوم فور كارز. أخي الكريم، أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. ويسعدني أخي الكريم أنك ضيفنا حسابي بالسناب شات إذا حاب تتابع أسعار السيارات والسيارات الجديدة. هذا هو حسابي بالسناب شات، صور الشاشة وضيفني. زي ما تشوفون أخوة الكرام، اليوم تغطيتنا من مجموعة صالح السيارات. مجموعة صالح السيارات عندهم العديد من أنواع السيارات، السيارات الفاخرة والسيارات الشعبية. تقدر تأخذ السيارات عن طريق الكاش أو جهات تمويلية متوفر جميع البنوك وشركات التقسيط. تغطيتنا اليوم عن كلايزلر S300 موديل 2019 بمحرك V6 6 سلندر. سعر السيارة 142,500، سعر الأشمل الضريبة لشمل التسجيل، وتقريبا مع الضريبة 149,625 ريال. نتكلم عن أهم مواصفات السيارة وأهم المزايا وناخذ جولة سريعة للسيارة. كلايزلر طبعا S300 طبعا هي الفئة الرياضية من C300، تجي بمواصفات رياضية وشبك رياضي وألوان يعني تعتيمات رياضية خاصة فيها. تتوفر بعدة محركات السيارة بشكل عام. طبعا المحرك اللي معنا هو المحرك الصغير V6، في محركات V8 طبعا 3 حق الـ SRT، وعندنا 5.7 الهيمي العادي. طبعا الـ S300 ما يجي منها إلا 5.7 أو 3.6 تقريبا اللي هو موجود على الفئة هذه 6 سلندر. طبعا عندهم عدة ألوان، أرقامهم آخر التغطية اللي حاب يتواصل معهم، رقم المجاني آخر التغطية. المحرك 3.6 V6 3600 cc 6 سلندر 300 حصان تقريبا، بيجار أوتوماتيك 8 سرعات، طبعا تبترونيك نظام الدفع فهو خلفي. المواصفات الخارجية، السيارة طبعا تيجي بسقف بانورامي زي ما تلاحظون، هذا السقف البانورامي. طبعا عندنا إضاءة LED زي ما تلاحظون، عندنا كشافات الضباب برضو LED، عندنا حساسات أمامية عدد 6. ننتقل إلى الجنوط، ما شاء الله لما هيك جنط ما يبين فيه، مهما كبر ما يبين فيه على فخامة وتصميم السيارة. طبعا مقاس الكفر 245 45 20، لون أسود. عندنا إشارات بالمراية، طبعا عندنا هنا دخول ذكي نفذ الساق والراكب. من الخلف عندنا الجناح الخلفي وإنارة LED خلفية 300S، طبعا هي جاية بكتات S، وعندنا عدد 4 حساسات خلفية. أخي غريبة، 6 في الأمام و4 بالخلف. طبعا عندنا عدد 2 شكمان خلفيات. تصميم السيارة لونها جميل جدا صراحة. الشيء اللي استغرب ان شنطتها ما هي بكهرب. طبعا في نظام صوتي البنية. ننتقل لصرفية الوقود، كل البنزين تمشيك ما شاء الله تبارك الرحمن 13.1 كيلو. كان السيارة دفع أمامي صراحة، هذه هي مع بنزين 91، تقييم متوسط. هذه السيارة من الداخل، تخليتها طبعا أسود مع فوايت أبيض. هذه من الخلف، بالوسط فتحة تكييف خلفية، تسخين مقاعد الخلفية، ستارة خلفية، منفذين USB لشحن الجوال، حاملة أكواب عدد 2، وهذه التكاية. عندنا ذاكرة تخزين لكرسي السائق، عندنا هنا ذاكرة تخزين لكرسي السائق. صراحة هذا الشيء ما عرفته، عموما نجلس على المرتبة ونعطيكم وش ذا الزر. كرسي الساق والراكب كهربائيات. ندخل داخل السيارة، نتكلم عن أهم مواصفات السيارة الداخلية الجميلة. هذه السيارة من الداخل،
الزر اللي ما عرفناه هو حق دواسات البنزين يقدمها ويأخرها. طيب هذه السيارة بالداخل يا جماعة الخير، تصميم الأنيق الفاخر الجميل. طبعا نظام الفورميك اللي جاي فيها ما هو كربو فيبر، جاي بلاك بيانو، جاي على البواب على الطبلون، برضو هنا على ديكور اللي عند الجير. الزجاجة طبعا كهربائي، المراية كهربائية بس للأسف ما فيها خاصية الطي. ذاكرة تخزين، مقابض كروم، تطعيمات كروم برضو حتى على الطبلون موجودة. تحكم بالأنوار هنا، مستوى الإنارة الداخلية كاملة. طبعا هذه العدادات هنا مستوى الإنارة الداخلية. طبعا السيارة هنا فتح الشنطة حقها، هذا هو دركسونها مكسب الجلد. تحكم بدادة رحلات من هنا، أوامر صوتية بلوتوث، مثبت السرعة، في تحكم نظام صوتي خلف المقود جاي، جيرفون خلف المقود. عندنا هنا تحكم بعداد الرحلات، هذا هو الاعداد الرحلات يجي، مستوى صفية الوقود إلى آخر معلومات مهمة بالنسبة للسائق. نقول عليه هذا هو إلى آخره. طبعا عندنا هنا شاشة السيارة، فيها طبعا لازم تحطم فيها كاميرا خلفية. جير السيارة الإلكتروني، نفتح المقاعد، فيها تبريد تسخين المقاعد الأمامية، تكلمنا فيها تسخين المقاعد الخلفية. نظام النافيجيشن موجود لازم تلاحظون، فأنا حسب إعداداتك اللي تسويها فيها تقدر تربطها في الجوال بلوتوث عندك. هذه إعدادات السيارة بشكل كامل، حتى المراية التعتيم طفية وتشغلها من هنا. تسخين الدركسون موجود، ستارة خلفية من هنا لازم تلاحظون عن طريق الشاشة. سايت كلايزلر جميلة، اسم كلاسيكي موجود. طبعا فيها سمارت فون بس ما ادري هل هو يربط مع ابل كار بلاي او فقط بلوتوث. هذا النافيجيشن الموجود بالسيارة. ننتقل طبعا الى وضعية القيادة، هنا سبورت طبعا فيها تراكشن، حسس الطفيه شغل من هنا، طفي الشاشه من هنا. طبعا مذبوب حب الاضاءه الصامت من هنا، الفليشر. تحكم بالصوت سيتينج، عندنا مكيف لمبه تحكم منفصل بين السائق والراكب، لان سفحت التكييف الخلفيه. هذا هو جير السياره اوتوماتيك زي ما تشوفون، في وضعيه الاس طبعا تتحكم فيها من خلف المقود. حامل اكواب عدد 2، وفيها نظام تبريد سخين الاكواب، حاط بيبسي تحط تبريد، حاط عصير تحط تبريد، كوفي شاي تحط تسخين موجود فيها زي ما تلاحظون. عندنا هنا تكاية بالوسط فيها منفذ طاقة، هذه التكاية لونها بيج جلد جميل تصميمه. عندنا طبعا في هنا سنتر لوك حق باب السائق والراكب موجود فيها. انوار السقف طبعا هذه باللون الاصفر جاية. الشماسات فيها مراية مع انارة برضه تقدر تمددها من هنا. لايت النظارة موجود. تكلمنا عن السقف البانورامي، السيارة فيها سقف بانورامي. هذه أبرز المواصفات. طبعا مميزة الكلايزلر مبنية على شاسيه مرسيدس اي كلاس، هي والدوج تشارجر شقيقتها من دوج. طبعا في شهادة يقول خلاص وقفت الكلايزلر ما عاد يجي منها السي 300 او الاس 300. وش الاسباب؟ انا في اعتقادي لو احد يعني جوابي الاشخاص يسالون، في اعتقادي ان التشارجر موجود، والتشارجر برضو ماخذه فخامه ومواصفات قريبه من كلايزلر. فممكن الشركه تبقى على اسم كلايزلر وتلغي السياره هذه، لان هي الوحيده عندهم حاليا باستثناء يعني كسياره مرغوبه في اسواقنا، ما ادري اسواقنا امريكيه. تشارجر موجودة بمواصفات فخمة، يعني عندنا الانسة تشارجر جي تي اللي جت فئات كثيرة، جت مواصفات كثيرة، الدايتونا، الاس اس ار تي، سكات باك، الاس اكس تي، الفل هاوس الى اخره من المواصفات بتشارجر. يعني صراحة تشارجر عالم ضايع الحالة. والانسة برضو كلايزلر نوعا ما برضو ما تقدر تحصر المواصفات اللي موجودة، فحاطين لك الجماعة ليش يسوون الحركة هذه. صراحة انا احب الشركه اللي تعطيني مواصفات حسب مزاجي، يعني ممكن تاخذ واحده هيمي بدون فتحه ما عندك اي مشكله، ممكن تاخذ 6 سلندر ستاندر بفتحه، يعني الجماعه يوفروا لك كل شيء تبغاه. صراحه انا اشوف هذه ميزه وليست سلبيه. عندنا بعض الوكالات ما يوفر الا 3 فئات فقط في السياره، او فئتين، او حتى فئه واحده، تبغاها تبغاها ما تبغاها مع السلامه، لا الجماعه يوفروا لك كل شيء.
هذه ابرز المواصفات. مواصفات امن سلامه فرامل بي اس، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات اماميه وجانبيه، وعدد 5 احزيمات امان. ابرز المنافسين كسياره فاخره عندنا لكزس جي اس، عندنا مرسيدس اي كلاس، عندنا طبعا اودي اي 6 كسيارات فاخره رياضيه، البي ام دبليو برضو الفئه الخامسه من المنافسين. لا ننسى الشاسيه اللي هنا موجود حق مرسيدس الاي كلاس، فمعطي السياره ما شاء الله ثبات، معطي قوه، سياره من زمان قوية ومعروفة كلايسلر. تحافظ عليها تعيش، ما تحافظ عليها ما في سيارة بتعيش معك. أهم شيء تكون ملتزم بجدول الصيانة، محافظتك، ما تتراخى في أمور البسيطة، لأن بالأول الأخير أنت اللي بتاكلها على راسك إذا ما حافظت على السيارة. طولت عليكم بالتغطية يا أخوان الكرام، أتمنى تكون عجبتكم، والسلام عليكم. سيارة تصلح لمين؟ تصلح شخص يحب فخامة، يحب شكل رهيب، شكل عنيف، شكل قوي، بس ما يبغى يدفع فلوس على البنزين، ما يهمه. طبعا 6 سندر برضو مقبول هنا كإنسان عادي، أما إنسان مجنون بالسرعة ممكن ما تعجب السيارة، أما إنسان طبيعي مثلي مثلك بالعكس يعني نمشي تعطيني أداء رياضي لا بأس فيه، ما راح أقولك ما تعطيني لا سيئة لا تعطيني، لكن ما هو زي مثلا 5.7، ما هو زي الإسارتي 3.2 تقريبا، 6.3 تقريبا، ما هو زي ما الله الهلكات تعطيني أداء شيء خيالي. طبعا تليكم بالتغذية، أتمنى تكون عجبتكم السيارة، والسلام عليكم.